ما هي أغلى عملة في العالم؟ يعتبر الدينار الكويتي أغلى عملة عالميا، إذ يصل سعر صرف الدينار الواحد منه مقابل الدولار الأمريكي إلى ما يقارب 3.3 دولار. وحصل الدينار الكويتي على قوته العالمية بسبب دعمه المرتبط بإنتاج الكويت للنفط الخام، فتعد الكويت من أهم المصدرين للمشتقات البترولية إلى أغلب دول العالم. كما أن الدينار الكويتي شهد تأثرا في سعر صرفه، وتحديدا في فترة الستينيات من القرن العشرين للميلاد، ثم في التسعينيات مع اندلاع حرب الخليج. ولكن في سنة 2013 شهدت العملة الكويتية نموا ملحوظا في سعر صرفها، مما أدى إلى تصنيفها كأغلى عملة في العالم. إن الدينار الكويتي يخضع لقانون تداول النقد في الكويت، والذي تم إقراره في قانون عام 1968، وساهم في تنظيم العمل المصرفي وإصدار النقود عن طريق الاعتماد على البنك المركزي في الكويت، إذ يعتبر صاحب الامتياز الوحيد لإصدار النقود. أما التعامل في الدينار الكويتي فقد بدأ منذ سنة 1961، وتقسم وحدة النقد الخاصة في الدينار الكويتي إلى 1000 فلس، وتوزع العملة الكويتية على 6 فئات، وهي ربع دينار، نصف دينار، دينار واحد، 5 دنانير، 10 دنانير، و20 دينار. وصدرت عن الدينار الكويتي منذ اعتماده رسميا إلى هذا اليوم الإصدارات الآتية: الإصدار الأول هو أول إصدار من الدينار الكويتي، والذي استخدم ليصبح العملة الوطنية للكويت بدلا عن الروبية الهندية. وتم اعتماد هذا الإصدار في 1 أبريل من سنة 1961. الإصدار الثاني هو ثاني إصدار من الدينار الكويتي، والذي تم تطبيقه وفقا لمرحلتين. هو المرحلة الأولى تم إصدار العملات من فئات ربع دينار، نصف دينار، و10 دنانير في 17 من نوفمبر من سنة 1970. المرحلة الثانية تم إصدار العملات من فئات دينار واحد، 5 دنانير في 20 أبريل من سنة 1971. تم التوقف عن التعامل مع هذا الإصدار سنة 1982، كما توقف البنك المركزي عن استبداله سنة 1992. الإصدار الثالث الذي تم طرحه بواسطة البنك المركزي في الكويت سنة 1980، ثم طرحت عملة 20 دينار في سنة 1986 للتداول رسميا في الأسواق الكويتية. وتم التوقف عن التعامل مع هذه الأوراق النقدية واستبدالها من قبل البنك المركزي سنة 1991 أثناء اندلاع حرب الخليج الثانية. الإصدار الرابع هو الإصدار الذي طرحه البنك المركزي الكويتي بعد التوقف مباشرة عن التعامل مع الإصدار الثالث، وتم طرح هذا الإصدار سنة 1991، ولكن توقف التعامل به سنة 1994. وفقد قيمته القانونية كعملة رسمية في سنة 1995، وتوقف البنك المركزي عن استبداله سنة 2004. الإصدار الخامس هو الإصدار الذي تم تداوله منذ سنة 1994، ويتميز بمجموعة من المواصفات والمميزات الفنية المتطورة والتي تساهم في توفير درجة عالية من الأمان، وتوقفت طباعته ولم يعد يستخدم منذ سنة 2015، وما زال قابلا للاستبدال من خلال البنك المركزي في الكويت لمدة 10 سنوات، أي حتى سنة 2025. الإصدار السادس هو الإصدار الحالي والرسمي المتداول في دولة الكويت، وتم طرحه للتداول في 29 من جوان من 2014، واستخدمت في تصميمه مجموعة من الصور التي تشير إلى الثقافة والتراث في الكويت، كما يحتوي على العديد من الأشكال والصور المتحركة وخيوط الأمان. واستعان البنك المركزي في تصميمه بنوعية من الأوراق النقدية ذات الجودة العالية، ويقسم هذا الإصدار إلى 6 فئات نقدية: الربع دينار، نصف دينار، دينار واحد، 5 دنانير، 10 دنانير، و20 دينار. تعرف الكويت رسميا باسم دولة الكويت، وهي دولة عربية تقع في قارة آسيا، يحدها كل من العراق والمملكة العربية السعودية والخليج العربي. تصل مساحتها الجغرافية إلى 17800 كيلومتر مربع، وترتبط مع أراضي الكويت 9 جزر صغيرة. والآتي مجموعة من المعلومات عن الكويت في كل من قطاعي الاقتصاد والسكان، إضافة إلى التضاريس الجغرافية. يشكل النفط الذي ينتجه قطاع الاقتصاد في الكويت نسبة 6% من إجمالي احتياطي النفط العالمي. وتشير الدراسات التقديرية إلى أن معدل إنتاج النفط الكويتي سوف يزداد 4 ملايين برميل يوميا بحلول سنة 2020. كما يشكل إنتاج النفط نسبة 94% من الناتج المحلي الإجمالي، وأيضا يعد قطاع الاستثمارات وخصوصا المرتبط بالأعمال من إحدى الوسائل المهمة التي تدعم الاقتصاد الكويتي.
يصل العدد التقديري لسكان الكويت إلى ما يقارب 2,800,000 نسمة، ويشكل السكان من أصول كويتية نسبة 31%. أما المهاجرون من الدول العربية فيشكلون 28%، والنسب المتبقية موزعة على السكان من الدول الآسيوية بنسبة 37%، والدول الإفريقية بنسبة 2%. وتعتبر اللغة العربية هي اللغة الرسمية في الكويت، مع استخدام اللغة الإنجليزية في مجالات العمل والتعليم.